معنا كمان صار معنا هلأ لانا الساحلي، صارت معنا جاهزة. لانا الساحلي بلوجر وانتربرونور مشهورة وعندها كتير متابعين ومحبين، ومش بس هيك، لانا خلقت بأفريقيا، عاشت بأفريقيا، تزوجت وبعدين كمان عاشت بأفريقيا. أهلا من الناجحين جدا الساحلي بأفريقيا، ومن أهل الخير، ومن الناس اللي جمعوا يعني شباب، يمكن شباب ضيعتهم أو من كل لبنان، ويعني عطوهم فرص عمل وساعدوا بكتير أمور يمكن ما بحبوا هني يذكروها، أنا عم بذكرها. فتحية لك لانا. ثانك يو رابعة، ميرسي كثير، مساء الخير إليك وللكل اللي عم يحضرونا، وأنا بدي أشكرك إنه دعيتيني تأحكي معكم اليوم. أهلا وسهلا فيك، أنت خلقتي ببانجي بعدين تزوجتي ورحتي على الكاميرون، يعني بقيتي بأفريقيا، ما ظهرتي من أفريقيا. أفريقيا شو بتعني لك لانا؟ ليكي أنا فعلا بعتبر حالي بنت أفريقيا، لأنه أول شيء خلقت هونيك، عشنا فترة مع العائلة، رجعت على لبنان بس كان بابا بعده بأفريقيا وبيجي وبيروح، ورجعت أنا على أفريقيا كابني عائلة. فبالنسبة لنا أفريقيا هي بلاد الخير، أفريقيا هي عطتنا فرص عمل، فرص للنجاح، فرص نبني عائلة، عطتنا فرص كتير، فنحن كتير مشكورين لأفريقيا وحتى لأهل أفريقيا يلي احتضنونا كلبنانية، لأنه جالية اللبنانية كتير كبيرة بأفريقيا. وهيدا يلي بقدر أقوله، يعني هلأ أنا كنت بأفريقيا وجيت شهر على لبنان، بعدين سكر المطار ما قدرت أرجع، ثاقبت إنه حظي هيك كان. أكيد بفكر بكل العالم يلي هلأ موجودين بأفريقيا وما قادرين يرجعوا، وإن شاء الله خير. بس مع هيك ما نسيتوا لبنان، يعني قدي أفريقيا عطتكم وقدي أنتوا عطيتوا أفريقيا، لأنه كمان ليجمع الواحد فلوس وينجح بأفريقيا بيدفع كتير من صحته، من أمنه الشخصي. مع هيك ما بتنسوا أهل بلدكم، أهل لبنان. كرمال هيك أنا من خلالك لانا بدي ناشد، وأنت بتعرفي كتير ناس بأفريقيا بكافة يعني البلدان الأفريقية، شو بدك تقولي لهم لحتى يساعدونا اليوم، لأنك أنت كمان عم تعيشي أزمة لبنان؟ ليك اللبناني اللي عايش بأفريقيا بحياته ما ترك لبنان، يعني أول لبناني بيرجع على لبنان هو اللبناني اللي عايش بأفريقيا، لأنه أول شيء بأفريقيا مش كل شيء متوفر، يعني أول ما بيكون في أعياد، موسم صيف، حيلا شيء بيصير، اللبناني تاع أفريقيا بيرجع على أفريقيا، بيرجع على أفريقيا على بيرجع لبنان، سوري بيرجع على لبنان ومتعلق كثير بلبنان. فأنا ما عندي شك إنه كل لبناني هلا موجود بأفريقيا عم بيسمع نداء لبنان وعلى السماء، وحابب أكيد إنه يساعد لبنان. بس كمان بتعرفي هلا الوضع شوي مختلف، واللبناني يلي بأفريقيا حابب كمان إنه لبنان يسمع له إن شاء الله. بس أنت كمان بدي أسألك عن الكاميرون لانا، لأنه أنا بعرف اليوم أنه الوضع بالكاميرون صعب، في مناشدات كتير، ما في نظام صحي جيد، وبتخيل في حالات تضررت من كورونا. ليكي مزبوط، صار عدد الإصابات بالكاميرون 1100، وبأفريقيا السمراء صار كم البلد اللي فيه أكثر شيء إصابات. هلا صار في 22 وفاة، وأخذ كثير البلد احتياطات، يعني صار العالم مجبورين يلبسوا ماسكات، والشعب كمان عم بيلتزم. واللبنانية اللي بالكاميرون هن تقريبا 2000 لبناني، وكلهم يعني ما في حدا، ما في لبناني بالكاميرون حاليا الحمد لله مصاب بالكورونا، لأنه كلهم كثير عم ينتبهوا على حالهم. بس أكيد الوضع ما بيطمنهم، وفي ناس عمرهم فوق الستين، في تقريبا 16 نساء حوامل، في ناس عندهم أمراض مضطرين يجوا على لبنان تيعملوا علاجات خاصة. فالوضع أكيد يعني منه هين، وكثير منهم عم بيطالبوا أنه يرجعوا على لبنان. صار في تقريبا 800 لبناني حابب الخروج من الكاميرون. أنا كمان أنا البابا رئيس الجالية بالكاميرون، في كمان القنصل يلي بالكاميرون عم يتواصل، سيد ناصر الساحلي أكيد معروف، مزبوط، عم بيتواصلوا مع وزارة الخارجية يلي بلبنان، وصار في وعد إنه مفروض يكون في طيارة آخر الشهر أو أول شهر الجاي. هلا نحن بنعرف إنه الحكومة اللبنانية عم تكون كتير دقيقة وعم تأخذ كل الاحتياطات كرمال ما يزيد عدد الوباء بلبنان. بس نحن بنتمنى كمان إنه يسمعوا للبنانية اللي بأفريقيا يلي هن ما نسوا لبنان.
أكيد ننضم صوتنا لصوتك، وأنا بعرف اليوم اللبناني قد إيه عم بيساعد خيو اللبناني، يعني اللبنانية اليوم بأفريقيا سواء بنيجيريا أو بالجابون أو بالسنغال أو بأي دولة عم بيضبوا من بعضهم ليساعدوا اللبنانية اللي ما قادرين يجوا لا يجوا على لبنان، لأنه في حالات بتكون أصعب من غيرها، وفي ناس هي بتقول نحن ما بدنا نجي لأنه نحن ما نضلنا هون كرمال شو بدنا نجي نعمل هون يعني. مزبوط. في عندهم فرص عمل. مزبوط، في ناس حابة تبقى حد شغلة، في ناس بدها تبعت ولادها كرمال الوضع، وما لازم ننسى إنه مش معناتها الواحد عايش بقى فيها يعني وضعه كتير مرتاح، في كتير ناس موظفين، في كتير ناس عندهم وضعها صعب، فاللبناني ما بينسى خيه، وأكيد كلنا عم نجرب نساعد، وهلأ كمان في رمضان على الباب، فأنا بتمنى إنه من كل العالم يلي قادرين يساعدوا حول حملة صامدون كمان يسمعونا. شكراً كثير لك لانا ساحلي، يعني إن شاء الله هيك ندائك هيدا النداء الأخير يوصل، وبعرف أنه اللبنانية ما عم بيقصروا، منقول لك يعطيك ألف عافية، والله يحمي كل اللبنانية بكل بلاد الاختراب وتحديداً بأفريقيا. Thank you رابعة، وأنا بشكرك كثير، وبقول للكل stay home و stay safe، وإن شاء الله خير وصامدون بإذن